انا ما خرجت، انا ماشي ضد حركه 20 فبراير، انا بالعكس انا ما بغيتهمش يمشيو يتزرفوا ويتكرفصوا كما تكرفصتوا. هذا الشيء اللي كاين، انا ماشي شغلي في هذا الشيء، غير انا خص الانسان ما يديش عليا شي نظره خايبه. انا ضد حركه 20 فبراير، انا ماشي ضدهم، انا بالعكس، لان ما انا عشت ديك الحاله ديال 84، شكون اللي جابوه للسجن؟ وفين هما دوك الكبار اللي كانوا كيديروا؟ واش انت ما كتفرش الخطاب ديال الحسن الثاني الله يرحمه؟ اش قال في واحد الخطاب ديالو؟ قال قدمته البزاوز وخليته الناس الكبار بقاو على برا. ايوا هذا هو اللي كنقصد انا. الناس المعقولين اللي مشاركين في هذه الاضرابات هما راهم حيدي، راه جالسين تيتفرجوا ومزيدين مساكين، غير الدراري زرفوهم ومشاو للسجن وتكرفصوا. ذاك الوقت انا شفتهم تكرفصوا واحد التكرفيص اللي ما تيتصورش. هذا هو اللي تنقول انا الحركه 20 فبراير، زعما ما تخليوش يضحكوا عليكم. بحال دابا واحد خينا هو دابا فاز، كيبغي يترشح بالسيف صحة، كيبغي يترشح صحة، يبغي هو يولي في الحكومة صحة، وتيخرج الدراري وزاد ما عنده باش يكمل المسيرة، زاد بالحمير. هذا اللي كنقول انا، اش كنهضر انايا؟ ما بقاش الناس قليل اللي جا معاه وكملها بالحمير في المسيرة. ودابا هادوك الناس اللي كانوا خارجين للشوارع وربما يتلاقاو مع الحزب ديال بلكيران ديال العدالة والتنمية والحزب ديال الحزب الاستقلال، غادي يتلاقاو داك الشعب داك الدراري، ربما يتقاتلوا، غادي يبقاو الحجاره والسبان والشتم، السبنين السبك غادي يولي قرباله، هاي غتولي عندنا مصرع. هادشي اللي كنقول انا في هادشي الخطاب ديالي. ولكن دابا انا حاليا ملي كنشوف الحزب ديال العداله والتنميه، اش كنقول؟ تنحس شويه بالراحه، تنحس شويه بالحنان ملي كنشوف الحزب ديال العداله والتنميه. ولكن ملي كنشوف الحزب ديال الاستقلال، احترامات الحزب الاستقلال كانوا فيها الناس مزيانين، راه فجع عندهم هذا السيد اللي مخرقهم صراحه تقال. ما هو الحزب الاستقلال مزيان ما مزيانش، انا ما تنقولش مزيان، ولكن فجع عندهم هذا خينا غادي 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 يخسر لهم السمعه ديالهم ديال حزب الاستقلال. انا قلت لك، وملي كنشوف هاد خينا هاد الوجه ملي كنشوف فيه صافي تنحس ما غاديش تكون بخير. ولكن ملي كنشوف الحزب ديال العداله والتنميه كما قلت لك تنحس بالراحه، تنحس بالحنان فيهم، راه غادي يشفقوا عليك. والا رجع هاد الشباط، حنا غادي نسميه كاع هاد الشباط، الا رجع دابا هو في الحكومه واش غادي يلقاو معاه شي ربح ولا؟ راه ما غادي يلقاو معاه لا ربح لا سلك. العصا راه غادي يكون، الحبس راه غادي يكون، الزياده غادي تكون، التكرفيص راه غادي تكون، واش غادي يحيد علينا هاد الشيء ولا؟ راه شحال من واحد راه غلط تيقول كنديرو غادي نديرو شباط في الحكومه ونحيدو بالكيران. ملي غنتفروها والله ما يتفرها شي واحد.